حافظ خير الكتب أسمعنا هدي القلب اقرأ من مصحف ربي واسمع ما ينطق شعبي كلمات قرآنية في لهجات يمنية لا عجب فإن بلادي أصل اللغة الضادية لهجة وقراءة. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، وحياكم الله إلى حلقة جديدة من برنامج لهجة وقراءة. وموضوع حلقتنا اليوم حول لفظ شمت يشمت. الشماتة فرح العدو، وقيل الفرح ببلية تنزل بمن تعاديه. والشوامت كما في قواميس اللغة قوائم الدابة، وهو اسم لها وواحدها شامتة. قال أبو عمرو: يقال لا ترك الله له شامتة أي قائمة. قال الخليل بن أحمد الفراهيدي: تشميت العاطس دعاء له، وكل داع لأحد بخير فهو مشمت له. وشمت عليه أي دعا له ألا يكون في حال يشمت به فيها، وكأنه دعاء للعاطس بالثبات على طاعة الله. وقيل معناه: أبعدك الله عن الشماتة وجنبك ما يشمت به عليك. قال النابغة: فارتاع من صوت كلاب فبات له طوع الشوامت من خوف ومن صرد. يريد الشاعر أن يصف ناقته بالسرعة ويشبهها بالثور الوحشي الذي أحس بصوت كلاب، والكلاب صياد الظبا ونحوها، يعني صياد الظبا ونحوها بكلابه، فأطلق قوائمه للريح، يعني أطلق قوائم الدابة. ومنه قول الشاعر: إذا ما الدهر جر على أناس كلاكله أناخ بآخرين، فقل للشامتين بنا أفيق سيلقى الشامتون كما لقينا. وفي الحديث: اللهم إني أعوذ بك من سوء القضاء ودرك الشقاء وجهد البلاء أو وجهد البلاء وشماتة الأعداء. وفي اللهجة اليمنية ومن لهجة عدن بالتحديد: المشمت سيء الخلق، والشمات الرديء، وهذه لهجة عامة في عموم اليمن. يقال شمتوا، يعني شمتوا بهم أي سخروا منهم. وشمت تأتي بمعنى شتم بأقذع الألفاظ السوقية، وتأتي بمعنى سب وشتم وجرح شخصا بكلام لا يليق. وتأتي شمت بمعنى الرديء من الخضروات والفواكه والملبوسات، فتقول حين تشتري شيئا من الخضروات أو من الفواكه وجودة هذه الفواكه ضعيفة تقول عنها شمات، أو التاجر الفلاني بضاعته شمات، أو السوق شمات. وتقول بعض الأمهات لأطفالهن حين يعبثون بأدوات البيت: فلان شمت بالبيت، والبيت شمات، أي غير مرتب أو متسخ. أو تقول الأم لأولادها إذا اتسخت ملابسه: فلان شمت بثيابه، بمعنى وسخها أو اتسخت عليه ثيابه. ونستمع إلى تلاوة من كتاب الله تعالى وفيها هذا اللفظ: شمت ويشمت. لهجة وقراءة. ولما رجع موسى إلى قومه غضبان أسفا قال بئس ما خلفتموني من بعدي، قال بئس ما خلفتموني من بعدي أعجلتم أمر ربكم، وألقى الألواح وأخذ برأس أخيه يجره إليه.
قال ابن أم إن القوم استضعفوني وكادوا يقتلونني فلا تشمت بي الأعداء ولا تجعلني مع القوم الظالمين قال رب اغفر لي ولأخي وأدخلنا في رحمتك وأنت أرحم الراحمين إن الذين اتخذوا العجل سينالهم غضب من ربهم وذلة في الحياة الدنيا وكذلك نجزي المفترين والذين عملوا السيئات ثم تابوا من بعدها وآمنوا إن ربك من بعدها لغفور رحيم لهجة وقراءة. بعد أن سمعنا إلى قول الله سبحانه وتعالى فلا تشمت بي الأعداء، ومن القراءات الشاذة قراءة ابن محيصن فلا تشمت بي الأعداء، والمعنى لا تفعل بي ما هو أمنيتهم من الاستهانة بي والإساءة إلي. وكذلك قرأ مجاهد فلا تشمت بي الأعداء بفتح حرف المضارعة وفتح الميم ورفع الأعداء على أن الفعل مسند إليهم، أي لا يكون ذلك منهم لفعل تفعله بي. من خلال ما سمعنا من تعريف شمت ويشمت في القرآن الكريم وفي اللغة وفي القراءة القرآنية، ومعنى ذلك وفرع الفرح ببلية تنزل بمن تعاديه، إلا أنه في اللهجة اليمنية يستخدم للدعاء على الشخص في الغالب، وتستخدم أيضا بمعنى الرديء من الأشياء. وشمت فلان أي تصرف بسوء أو تقهقر في أخلاقه. وإلى لقاء آخر إن شاء الله، نستودعكم الله، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته. أقول لك دخلنا سوق شمات لا معهم بضاعة على الناس ولا حاجة، لكن إحنا ما قصرناش، شمتنا بهم شمات وقزعنا. اقرأ من مصحف ربي واسمع ما ينطق شعبي، كلمات قرآنية في لهجات يمنية، لا عجب فإن بلادي أصل اللغة